أول شيء أنا ودي أشكر كل من اتصل علي وكل من بارك لي وكل من حط الخبر ونزل الخبر عنده بالسوشيال ميديا على موضوع الغاء الحكم الحبس اللي كان علي. طبعا هو كان سجن غيابي مدة 6 شهور لأن هي سافة كانت غرامة كنا تحولت إلى سجن لأني ما كنت أدري أنه كانت علي قضية أصلا بالكويت. على العموم خلنا من هذا كله أنا ودي أشكر شكر خاص للمحامي مشاري الصهود ومحامي بدر المشعان. Thank you so much على جهودكم. Thank you so much مجموعة الصهود للمحاماة. و Thank you so much مثل ما قلت لكم كل من بارك لي من أحبابي وربعي وناسي. و Thank you so much هم بعد كل طبعا الخروف الشايب زعلان هو عارف نفسه لأنه هو انسجن مدة 2 شهر بسالفة القذف للدولة المغربية. وأنا وصلنا الجلوبال فيلاج قصر مال فروزن